السلام عليكم متتابعين قناة زين كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمناكم ان شاء الله تكونوا كل شيء بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله بغيت نوري لكم واحد الطريقة اللي هي زوينة بزاف هاد المناسبة هذه. كي كتشوفوا في الليل كنسهروا بزاف وكان اوبليجي ما كنخليو الضو شاعل، كاين اللي كيسهر حتى لوحده، كاين حتى 12، المهم وكيبقى الضو شاعل. وبهذه المناسبه هذه بغيت نوريكم واحد الطريقه اللي هي سهله وتحتفظوا على الضو، يعني ما تخسروش الضو بزاف. نوريكم كيفاش غديروا الشمع في الدار ديالكم. الشمع كديروه وبنسم فيها يعني النكهات نتوما واللي بغيتو، كاين ديال الخزامه، ديال الفاني، يعني بنكهات طبيعيين. لهاد الوصفه هذه غادي نوريكم جوج ديال الطريقات وكيجيو زوينين بزاف. وبالنسبه باش تشعلوا الضو يعني كتشعلوا الشمع، كيجي مزيان بزاف واقتصادي. كنحتاج لهاد الوصفات هذه، عندي باكيه ديال الشمع فيها 10 ديال الشمعات، دابا كل واحد غادي يدير 5 ديال الشمعات. انا عندي هنا 10 ديال الشمعات باكيات، يعني كي كتشوفوا هاد الشمع هذا طبيعي ما فيه حتى شي حاجه، كيتباع في اي بلاصه كتلقاه ورخيص يعني بثمن مناسب. عندي هنا الكيسان ديال اختصاصين يعني ديال الشمع، باش مع ملي كنكبوا فيهم الشمع ما كيطرطقوش، ولا درتهم في يعني شي كاس اللي هو عادي غادي يطرطق لكم مع الشمع كيكون سخون بزاف. لهذا كيخصكم يكونوا عندكم يعني كيسان غلاضين ديال الشمع. عندي جوج رونديلات وعندي زيت ديال سميتها الخزامه، وعندي الخزامه كي كتشوفوا انا غادي ندير غير معلقه ديال الخزامه، يعني غير وريتكم الخزامه كي دايره، كلشي الناس كيعرفوها. وعندي هنايا الليمون، القشره ديال السيترون ديال الحامض. انا كنشدو ملي كنعصر الحامض، ملي كنعصر الحامض هكذا ولا نديرو في الحوت ولا في شي حاجه القشره ما كنلوحهاش، دائما كنقطع القشره على هذا الشكل هذا وكنديرها في واحد البلاصه في الكوزينه عندي حتى كيتهبس كي كتشوفوها هانتوما يابسين. كنخليهم على جنب حتى كنبقى نقلبهم كل مره على الجوانب هكذا حتى كيبسوا باش ما كيخسروش، حتى كيبسوا وكنطحنهم وكندير بهم هكذا الشمع، ولا كندير فيه ندير معلقه في الحوت ولا كطحنوها مزيان وديرها في الحوت على هذا الشكل هذا. كي كتشوفوا انا هذا ما طحناهش بزاف مع غادي نديرو في الشمع، يعني ما كان علاش نطحنوه تي ولا غبره على هذا الشكل هذا. وبالنسبه بحال الا بغيتو ديروا في الحوت ولا في شي حاجه كطحنوا حتى كيولي غير غبره، وكديروا معلقه صغيره كتجيكم داك النسمه ديال الليمون. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الليمون هكذا كيكون موجود، المهم ملي ما يكونش عندك سميتو الليمون موجود طبيعي كتكون عندك هذا القشره ديال الليمون مطحونه، المهم دائما الليمون عندك في الدار موجود. لهذا دابا غادي ندوز، غادي نجيب الشمع ديالي كي كتشوفوا، كنجيب واحد البلاستيكه وكنديروا بعدا في الميكرووند واحد شويه ولا في الفوغ يسخن، كنديروا بحال هكذا غير يسخن ليا واحد شويه باش يجيني ساهل في الحلال. غادي تتبعوا لا فيديو تشوفوا كيفاش غندير ليه. كتشوفوا هاني خرجتو من الميكرون، كنخلي غير واحد شويه باش كيسهل عليا الحلال، كندير له بحال هكذا، كنحط ميكرو واحده اخرى من الفوق وكنبقى نمسكي عليه طيب شويه. كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وكنبقى كنحاول كنحلو وكان هاد الخيط هذا نحاول ما نخسروش. هانتوما كيجي ساهل ودغيا كيتحيد لكم. هذا كنخليه دائما على جنب لان به غادي نصايب الشمع.
لا بالموس يعني نتوما اللي جاكم سهل تقدروا ديروا به هكذا كيتجبد بسهوله. انا ملي درتو في ملي كيسخن واحد شويه يعني كيسهل كيجي سهل للتحيات. نجيب واحد الكسرونه كتشوفوا وغادي نبدا نحاول نقطع شويه هكذا باش منين يكون يذوب يجي ساهل دغيا يذوب. هاد الطريقه اقتصاديه وزوينه بزاف. انا يعني كنصايبو يعني قبل هاد الحجر الصحي كنصايبو في الدار في الليل هكذا ملي كنكونو جالسين بلا ما كنشعلو الضو كنشعلو غير الشمع هكذا وكنبقاو نتفرجو في التلفازه ولا في التيلي. المهم اقتصادي والشمع هذا كي كتشوف كيتباع رخيص يعني في اي بلاصه موجود هذا الشمع هذا هكذا طبيعي ما فيه والو. ابخي نتوما بلا ما تشريو هذاك الشمع اللي كيتباع فيه داك النكهات وداك الشيء يعني هذا نتوما ديروا فيه اللي بغيتو. بحال دابا انا كنشري هاد النكهات هادو وكندير بهم بزاف يعني شحال من مره ماشي غير مره كدير غير جوج نقيط هكا اللي ديري لكم سميتها الريحه الا ما كانش عندكم الخزامه هكذا والليمون. المهم دابا كي كتشوفوا هاني قطعته هكذا دابا غادي ندوز ندير فوق النار يذوب. كي كتشوفوا هو بدا كيذوب ها نتوما غنخليه هكذا حتى يذوب وغادي نزيد عليه الليمون. من بعد كي داب كي كتشوفوا هو داب كل هذاك الشمع دابا غادي نطفي عليه وغادي نزيد ليه معلقه ديال هذاك الليمون اللي قلت لكم. حتى كنطفي عليه النار عاد كنديرها وكنحركها بحال هكذا بواحد الريحه طالعه زوينه. داكشي طبيعي بلا ما تشريو هذاك سميتو الشمع اللي كيتباع هكذا فيه معطر وداكشي. من الاحسن الانسان يديرو في دارو ويديرو طبيعي يعني ما مكونات ساهلين والشمع كيتباع هاد العادي رخيص يعني ماشي غالي. دابا غادي ندوز نديرو في الكاس ديالي من بعد كي كتشوفو كنجيب كاس وكنجيب هداك الخيط ديال الشمع كنجيب هاد الرونديلة. علاش كندير هادي؟ لأنها تقيلة وكتشد ليا في القاع ديال سميتو الشمع. منين تكون خوي الشمع هاد الخيط ما يطلعش كتقال عليه ويعني كتشدو لتحت. ويلا ما كانتش عندكم هادي تقدروا ديروا شويه د الشمع وتغرسوا هاد الشمعه تما حتى تيبس ومن بعد تخويو الشمع ديالكم. غندير لها بحال هكذا ندير لها واحد العقيده صغيره كي كتشوفوا وكنحطها في الوسط.
باش كتجيني في الوسط. دابا غادي نجيب واحد الكوردون على هذا الشكل هذا. نشوف هذا الصغير، غادي نجيب واحد اللي كبير شويه. انتما جبت هذاك اللي كبير كنقسمه بحال هكذا، وغادي نديرو بحال هكذا ونلوي عليه هذاك الخيط. هانتوما باش يجيني في الوسط على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو تكون واضحه. دابا كتشوفوا خلط هذاك الشمع ديالي مزيان ونبدا كنخويه. هانتوما على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليه على جنب يبرد. كي كتشوفوا ما كنوصلوش حتى للفم، كنخليه له واحد شويه في الطرف في الجنب. دابا غادي ندوز ندير معكم ديال الخزامه. نبدا نقطع في هذاك الشماع، ندير أربعة الشمعات. كيبان ليا يعني هاد الكاس مع هادو أول مرة كندير فيهم، الآخرين كلشي راني معمراهم، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد الطريقة هادي. غندير ربع ديال الشمعات كي كتشوفوا، وغادي نديرهم درت ثلاثة ديال الشمعات كي كتشوفوا. هذاك هاد الكاس يعني كيهز ثلاثة ديال الشمعات، ندير ثلاثة ديال الشمعات ونديرهم نفس الطريقة، ومن بعد ندير الخزامة. هانتوما من بعد ما داب، يعني كندير في الكاسرونة اللي درت فيها في الأول نتاع الليمون. دابا غادي ندير معلقة، غادي نحكها شوية هكذا باش تطلق شوية الريحة. غادي ندير مقدار معلقة، كنحركها شوية كي كتشوفو، وكنزيد اللي بغا. إلا كانت عندكم هاد الزيت ديال يعني النكهات زوينة، أنا عندي هاد الزيت ديال الخزامة، غادي ندير منها واحد جوج قطيرات. ومن بعد ملي كت يعني حتى كيوجد الشمع وداكشي وكتشعلوه، ملي كتبغيو تطفيو الشمعه كديروا واحد جوج قطيرات. ملي كتطفيو الشمعه كيبقى باش ملي كتشعلوا الشمعه كتلق ديك الريحه الخزامه زوينه كي كتشوفوا. غادي نخلط مزيان هكذا، يعني كلشي ساهل واقتصادي كي كتشوفوا. هاني وجدت هذاك العود درت كيف درت في الاول. دابا غادي نبدا نخوي الشمع ديالي. بسم الله، هانتوما ما كنوصلش حتى للفوق دائما. وداك الخيط دائما يجي في الوسط باش ملي تشعل الشمعه ديالنا تشعل في الوسط. هانتوما غنخليه دابا نخليه حتى يبرد ونتلاقاو. بالنسبه للشمع ديالي كي كتشوفوا ها هما يعني يبسو، دابا غادي نحيد لهم هذوك العويدات اللي درت ليهم.
غادي نقطع بالمقص، نخلي غير فين غادي يتشعل. هما على هذا الشكل هذا كيجيو بحال اللي كيتباعوا. دابا غادي نشعلهم معكم، وانا بحال هكذا ما كنشعلهمش في خطره، ملي كنبغي يعني كل واحد كندير له كل واحد كنشعلو بوحدو، لان هذا نتاع الليمون وهذه نتاع الخزامه، من الاحسن كل واحد كنبروفيتي في الريحه ديالها بوحدها. كنشعلهم على هذا الشكل هذا، هانتوما كيجيو زوينين بزاف. وواحد النصيحة، ردوا البال مع البنات وعلى وليداتكم بنياتكم، لأن بحال هكا يكونوا طالقين شعرهم ويمشيو يصوتوا على الشمع، ولا تشعليهم النار في شعرهم، ولا تحطوها بحال هكذا وتخطر لكم تعليكم في الفراش، ولا دائما كديروا شي تبصيل هكذا، ولا الكاس اللي كيكون يعني بحال وخيدو بالشمع فيه يبقى لداخل حتى كتكمل الشمعه وتطفى. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو، الى عجبتكم ما تنساوش تابوني فلاشين. بالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه، ابوني وكليكيو على زر الاشتراك ولا لاكلوش باش يوصلكم كل جديد. اهلا، السلام عليكم وشكرا بزاف.